السلام عليكم، انا مصور نواف. اليوم جايكم بفيديو جديد وبسيط وباذن الله ما حنطول عليكم. لو تتذكروا في الفيديو الاخير اللي كان في قناتي في اليوتيوب كان في جوله بسيطه وكواليس بسيطه عن التصوير الفوتوغرافي الخارجي. في كثير تواصلوا معي في الانستغرام، وعلى فكره حسابي في الانستغرام في صندوق الوصف، اتمنى انكم تتابعوني هناك كلكم. كثير تواصلوا معي في الانستغرام نواف اذا ممكن نبغى التاثير اللي في اخر الصور اللي في الفيديو. قلت لهم ابشروا عيوني لكم، انا ما اقدر اتاخر عنكم باي شيء اقدر افيدكم فيه، وعشان كذا انا جبت لكم التاثير اليوم، وجبت لكم مجموعه صور من الانترنت احترافيه وطبقت عليها هذا التاثير عشان تشوفوا التأثير كيف ممكن يكون على الصور. فقبل تحمل التأثير جرب هو حيفيدك أو لا، وفي نهاية الفيديو بإذن الله حنتعلم مع بعض كيف نحمل هذا التأثير ونطبقه على اللايت روم. يلا بسم الله نروح نشوف التأثير على الصور. طيب الحين راح نتعلم كيف نحمل التأثير ونستخدمه في اللايت روم. أول شيء نضغط على الرابط الموجود في صندوق الوصف. بعد ما أضغط وأدخل على الرابط حتطلع لي الصفحة بهذا الشكل. راح أضغط السهم على أسفل، حيفتح معي صفحة جديدة وراح نحط تنزيل. بعدها راح يبدأ يحمل معي. إذا حمل معي راح تجيني هنا، أضغط عليها حتفتح معي الصفحة بهذا الشكل. راح أضغط على السهم الأزرق للأعلى، راح تفتح معي بهذه الخيارات. راح أختار برنامج اللايت روم، بعدين يطلع لي خيارين، راح اختار الخيار الثاني اللي من ثلاثة كلمات. اوكي طلع معي الان. لو نلاحظ في اليسار اخر شيء الصورة اللي موجودة في التأثير وعليها كلمة حروف الدي ان جي او ملف الدي ان جي، تطلع معي بهذا الشكل. لو اضغط ضغطة مطولة حيرجع لي التأثير السابق، التأثير الاصلي للصورة. الان كيف نستخدم هذا التأثير؟ عندي في الاعلى فوق ثلاثة نقط على اليمين، اضغط عليها بعدين احط نسخ واحط صح. بعدين اروح لاي صوره حاب اطبق عليها التاثير، على سبيل المثال هذه الصوره، مثلا خليني ارجع للاصل، اضغط على الثلاث نقط برضو مره ثانيه وبعدين احط لصق وراح يبدا يطبق معي التاثير. لو نلاحظ الصوره قبل وبعد بكل سهوله، يعني ما في اي صعوبه في الموضوع، بس احتاج منك شويه تركيز. وبكذا يكون الفيديو انتهى. اتمنى اكون افدتكم بشكل بسيط. اذا حابين انزل كل فتره تاثيرات اتمنى تكتبوا لي في صندوق الوصف. لا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه، لا تنسى تعطيني لايك على هذا الفيديو عشان تحفزني أواصل. أنا نواف، ألقاكم في فيديو جديد، في أمان الله.